كنا الأمان من غير حدود، الوهم مات والذكريات قالت لي حبك في الوجود. يا ريت تعود، يا ريت تعود. صاحب تاريخ فني طويل في التلحين والإبداع والغناء، وصوت خلاب يأخذ مستمعيه إلى حالة من الخيال والشجن، عاد إلى الساحة الغنائية بقوة عبر ألبوم أبويا الحبيب. أبويا الحبيب، وجودك في قلبي منور طريقي وحياتي تطيب. إنه الفنان الكبير أحمد الحجر، ملحن مصري نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، فوالده إبراهيم الحجر ووالدته كانت تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب الكبير علي الحجر. ثابت الأحزان وحقق حلمنا وانطلق عصفور وأسبح في الهوى والنور. بحبك وانطلق عصفور وأسبح في الهوى. التحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية. بدأ أحمد الحجار مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن اعذريني لأخيه علي الحجار. شفتي وسط عينيكي نجمة، نجمة نورها يحيي بسمة. ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم أمريكا شيكابيكا. أمريكا شيكابيكا، أمريكا شيكابيكا، أمريكا شيكابيكا، أمريكا شيكابيكا. في لعبك عشناك الجيب عليك وطيك. ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية، ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية عود هي بداية شهرته كمطرب، وله 4 ألبومات غنائية. لملم خيوط الشمس علشان أغزلك شال، وعزفت حروف الأمس وفي أجمل غنوة تقال.